أستاذ عبلة، حضرتك استمعتي للهدف اللي شرحه الشيخ تامر، عايز أسمع تعقيب من حضرتك. هو بيشرح الهدف من هذا الأمر، ليه بعض الناس خدتها بسخرية، بهجوم، بانتقاد لاذع؟ هو مش المسألة أن الناس خدتها بسخرية قد ما هي مش واضح الهدف بالصورة الكافية، ومش واضح الفايدة، وكمان ان الاكثر اهميه هو انك انت في اماكن مخصصه لتلقي النصحه او الفتوى او الدرس الديني، مش في المكان في وسائل النقل العام، لانها بتطرح العديد من علامات الاستفهام اللي تبقى حتى مناقضه للفكرة نفسها. يعني على سبيل المثال، يعني أولا يعني وسائل النقل العام أو محطات المترو دي ما هياش مؤسسة دينية ولا منشأة دينية، يعني دي يعني مكان لكل المواطنين بكل الأديان، فأنت تحولها لأن يبقى فيها وعاظ متجولين يشرحوا وينصحوا ويوعظوا الناس، شيء أقرب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقرب يعني فيها نوع من التوعية المباشرة. بتحول هي بتيجي تكلم حضرتك ولا حضرتك اللي بتروحي تقولي لها أو تطلبي الفتوى منها؟ لا، أنا بقول إن الفكرة البروتوكول اللي تم ده موجود فيه وعاظ متجولين، ده غير لجان الفتوى او اكشاك الفتوى اللي هي ثابته. وهي بتقولي عن الجولات اللي بيقوم بيها بعض الوعاظ على بعض الاماكن والمقاهي؟ لا، على محطات المترو نفسها. على محطات المترو نفسها في دروس بتبث عبر الاذاعات الداخليه في قلب محطات المترو وقبل وفي قلب المترو نفسه، يعني بياخدوا الميكروفون بتاع السائق وممكن انهم يشرحوا درس او شيء بالنسبه لي اشبه بالملصقات الدينيه اللي بتتحط على من باب اولى، لما يبقى في كمان لجنه فتوى او وعاظ متجولين يبقى ده تحصيل حاصل، ان لابد يبقى في المحطه مسجد او زاويه، يعني المنطقي، يعني مش يعني هيبقى في على فكره هو موجود. اوكي، انا بقول يعني بالاضافه، يعني يبقى لازم، يعني اذا كان في لجنه فتوى يبقى لا هو مش بالتبعيه، هو حضرتك موجود قبل لجنه يعني الفتوى تبقى موجود، يعني بديهي ان يبقى موجود فيه مسجد او موجود فيه زاويه، موجود فيه ميكروفون لاعلان الاذان، ده ما تحولتش لوسيله مواصلات عامه قد ما هي تحولت لكانها يعني منشاه او مؤسسه دينيه بشكل او اخر. لو حتى جينا نبسط المسألة ووافقنا حتى على الفكرة اللي فيها قدر كبير من التناقض، ودي أسئلة مش ساخرة، يا ترى أكشاك الفتوى رجالي ولا في أكشاك فتوى للسيدات؟ على فكرة احنا عندنا في مركز الفتوى حضرتك، ودي سابقة في الأزهر الشريف، قسم لفتاوى النساء. يعني ما هو دي مش ما هو ده مش معلن، يعني لا معلن يا فندم، بس حضرتك ممكن ما تكونيش تابعتيه. يعني ماشي، يعني هل في محطات المترو هيبقى في اكشاك للسيدات كمان للفتوى؟ مش بالضروره، يعني انا ولو ما كانش هتبقى الفتاوي للسيدات في نفس المكان، يعني انا هو ليه حضرتك بتميزي؟ بقول الاسئله اللي بتنتج عنها في سؤال اكثر اهميه، وهي ان يعني اذا كنا نسمح بان في لجان فتوى اسلاميه يعني بتمنح الحق للمواطن المسلم ان هو يستفسر او يسال عن اللي ما يعرفوش، او يعني ايه اللي عايز يعرفه في دينه، هل في المقابل هيسمح بلاش لجان فتوى لجان مسيحيه او لاديان اخرى، لانها ممكن انها توضح او تبين او تعظ او تنصح
في مجال ديني ام هو تمييز خاص اسلامي؟ واذا اتكلمنا عن التمييز فاحنا نقدنا حتى الدستور يعني. بس احنا هنتكلم بصراحه يا فندم. هو المشكله ان في القضيه اللي بيعاني منها المجتمع كله هو عدم الفهم الصحيح لحقيقه الدين الاسلامي. يعني احنا ما بيجيناش بس انا معلش انا اسفه ان انا بقول الكلام ده عناصر متطرفه بتمارس التطرف من قبل الدين المسيحي، لكن للاسف الشديد عندنا شباب من احنا عندنا اسلاموفوبيا مع ما فيش مسيحيه فوبيا يعني توظيف شديد يعني حوالي. يعني اللجان دي معموله علشان توضح التصور الخاطئ لا توضح التصور الصحيح والفهم الصحيح للدين الاسلامي وترد على الافهام الخاطئه اذا وجدت عند اي سائل من السائلين. ما هو التصور الخاطئ مش هيجي لك من المترو ان هو يعني ان هو يا فندم كل ما فندم انا بص حضرتك مكتبه الاسره كانت موجوده في كل مكان، ما نقدرش نقول مكتبه الاسره موجوده ليه؟ ده ما بقاش مواصلات عامه. لا هو ده ثقافه بتنشر والدوله راعيه لهذه الثقافه وشايفه ان دي ثقافه جيده انها توصل للشباب فحطيتها في وسائل المترو. لا انا بسال حضرتك انا بسال اصلا حضرتك. فكره المكتبه دي كانت فكره مطروحه انها تتحط في وسائل المواصلات وماتت الهدف منها ايه؟ ما اتحققتش وده هدف. وعلى فكره لما ما اتحققتش سببت عندنا قشور ثقافي وغياب للوعي عند الشباب واستقطاب شديد.